كريم بنزيما رونالدو نجم النجوم رونالدو مينو لمحمد صلاح صلاح والكرة شنو هذا والعتنار محمد صلاح يا سلام أرنولد اللي يوزع صلاح شوف واحدة واثنين والكرة لشكون لشكون كربخال كربخال اللي يوزع والراية الراية لإيسكو نار يا حبيبي نار ولكن إيسكو تسير الكرة وتعدي ديكان لوفران لمحمد صلاح والمخالفة محمد صلاح والمخالفة جماهير الليفر تغني لن تذهب لوحدك يا ولدي ويمشي تجامس ميلنر وصلاح يحاول التصويب مارتشيلو تأمين دفاعي من فيرجيل فان دايك محمد صلاح شوف الكرة وين شوف الكرة وكايلور نافاس ليفربول المهول كرة يا سلام رائعة وهذه كرة روبرتسون يوزع وروبرتو فيرمينو بالراس كان اسرع من رافائيل فارا الحكم يتو باللعب من وراد مازيتش وماني يزيد في السرعه يحاول المرور يعدي مارتشيلو التصويب لكن بعيد على كولوريس كاريوس محاوله هجوميه ملكيه السنغالي شدو وينو يعدي املاي ارنولد ارنولد يوزع والكره رونالدو 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 ارادها في التسعين كريستيانو العجيب رونالدو الموهبه امام ايسكو روبرتسون اللي وزع كاسيميرو كريم بنزيما اكبر هدف فرنسي في تاريخ الويفا شامبيونز ليج لم يشد ثوابته ريال مدريد مرة أخرى إيسكو إيسكو يوزع الفريق الملكي الآن يستعيد توازنه كرة خاطئة وركنية محمد صلاح يوزع فيرجيل فان دايك بلغة النقاط ليفربول أفضل حاليا كربخال الحكم يعطي مخالفة يعطي مخالفة للريال ولكربخال رقم واحد في قلوب الليفر جيمس ميلر فيرمينو جول لا اي 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 رائعة فرقة ليفربول المهول ريال مدريد في حالة ذهول امام المارد ليفربول الكرة لفيرمينو وماني لكن يبقى دائما محمد صلاح يريد المرور ومعاه راموس إصابة لمحمد صلاح على مستوى الكتف وروح رياضية من راموس اللي كان في الاحتكاك الأخير مع نجم الكرة المصرية محمد صلاح هذه الإعادة واضحة المخالفة ضد راموس بكل أمانة ليس لأنه عربي ودمه عربي بل لأن الكرة تقول هنالك مخالفة في 15 دور نهائي أحرز ريال مدريد اللقب 12 مرة ولم يخسر إلا ثلاث مرات كانت ضد بنفيكا البرتغالي عام 1962 ضد إنتر ميلانو عام 1964 وضد ليفربول يمشي ماني 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 يوزع والكرة عند الحارس كايلور نافاس كرة طويلة والمخالفة لكايلور نافاس هذا السيناريو يبقى مخيف على كل عشاق الليفر يبدو أنه الكتف الأيسر لمحمد صلاح يعاني ويورجن كلوب شوف الوجوه لليفربول خايفة لا يمكن أن تتقبل إصابة لمحمد صلاح في هذا الدور النهائي الكتف الأيسر لنجم الكرة المصرية يا ربي شفاك لنجم الكرة محمد صلاح إن شاء الله السلامات إن شاء الله السلامات لمحمد اللي يبكي محمد سيد الرجال يبدو أنه لن يقدر على إنهاء المباراة يعطي كرة لمودريتش مودريتش 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 يحاول التصوير مارتشيلو كريستيانو رونالدو محاولة جلب فريق ليفربول من موقفه الدفاعي
يتفوق عليه ماني، ماني يعدي، السنغالي قوي. ليفربول بدون السلاح النووي، داني كارباخال في حالة إصابة. داني الذي أصيب هذا الموسم أكثر من مرة، في انتظار ذلك زينة زيدان. قد يستعمل لوكاس فاسكاس في حالة عدم قدرة اللاعب كارباخال على مواصلة اللعب. الدموع مثلما أذرفها محمد صلاح يذرفها الآن داني كارباخال. جيمس ميلنر، كرة، يورغن كلوب افتقد الابتسامة. مارشيلو بدار الدفاع، أرنولد، كريستيانو، رونالدو، رونالدو، لكن وين يا رونالدو وين؟ السنغالي فنان يوزع، ولوكا مودريتش بسبعة تمريرات، أو كريم لرونالدو، كارباخال يعدي، لا راية، راية لكريم بنزيما، رونالدو بالراس والقناص، رايع لوريس كاريوس، وكريم في موقف متسلل. هدف أبيض للريال، الإعادة، نعم قرار سليم. مارشيلو ومعه الرايع كريم يوزع، يا ناتشو، تر 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 ناتشو في هذا المشوار. ماني، فيجنالدوم، ماني لكن بعيد عليه الكرة. مارشيلو، وفي النهاية أرنولد، 19 عام. كروس يوزع، رونالدو يتحرك الآن، التسويب، غدار، غدار الفرنسي. كريم كريم كريم، روبرتسون لماني، ماني، ماني لكن وين؟ مارشيلو والكرة، المعايد، ركنية من توني كروس. كريم، كريم يوزع، أرنولد، تأمين وتغطية دفاعية من راموس. الآن هذه كرة لكريم، كريم اللي يوزع، بعيد الكرة على كريم، جول، جول، جول. شنو هذا؟ شنو هذا؟ كريم، كريم، كريم. ريال مدريد عنده أكبر المعاد، ليس هنالك إلا ريال مدريد، صانع الفرحة وباعث العيد. الفرقة الملكية بهدية ألمانية مدمرة على الإنجليز. ابكي يا حبيبي ابكي، الألماني خدعكم، هو لوريس كاريوس يقضي على أحلام الألمان، يقضي على أحلام الإنجليز. كريم بنزيما الداهية، كريم الداهية، شوف 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 يا حبيبي شوف، غلطة بدائية ألمانية. وينو ديدييه ديشان، وينو ديشان الفرنسي. لعنة الأدوار النهائية تتابع الألماني. أول سيناريو في المباراة النهائية، هذه هي اللقطة. هنالك اعتداء واضح، يستحق الورقة الحمراء ساديو ماني السنغالي، يضرب راموس بيده اليمنى. ساديو ماني غير لجيمس ميلنر، يوزع، الكرة خارجة، كوالوفرين، كرة في نقطة الجزاء وبالراس، جول، جول، فعلا ليفربول، فعلا ليفربول. الريال في حالة ذهول أمام الأحمر. ليفربول، ليفربول يدمر كبير الإسبان. كرة إنجليزية نارية تحرق الفرقة الملكية. الليفر لعبه يسهر بنجومه، ماني، فيرمينو، يتحدى ريال مدريد،
كرة الراس أشهل شمال، نار نار يا حبيبي نار، مباراة كل الجنون. ناتشو يوزع والتسويب، التسويب من إيسكو، وهذه المرة الحراسة الألمانية. تعدي الكرة للوكا مودريتش، مودريتش يوزع مارتشيلو وفيرجيل جارث بيل في مكان لإيسكو، ويعود الآن زين الدين زيدان إلى الأربعة ثلاثة ثلاثة بخروج لاعب رابع وسط ميدان في الدايمون هو إيسكو. تغطية مثالية، كاسيميرو يضيع الكرة، وينو رونالدو، وينو كريستيانو، صاروخ ماديرا، فيجنالدوم يحافظ على كرة الهولندي. مباراة نارية، مباراة قد تكون كارثية مع نهاية الأوقات الكروية. يريد التسويب، لم يجد المكان، كاسيميرو لمارتشيلو، كل لاعبي ليفربول في التوجهات الدفاعية. الويلزي بهدف عالمي، نار نار هذه الصورة، شوف أجمل كرة في المعمورة، شنو هذا؟ تار تار تار، الويلزي تار باليسار، جابها له جارث بيل، حتى له، والحراسة الألمانية بالدمار بالدمار، ينهار ينهار، لوريس كاريوس ينهار. يا ريال مدريد إلى أكبر عيد، الفرقة الملكية في حالة سعادة. مارتشيلو، كرة بعيدة لكريم، وهذه كرة من ناتشو، جارث بيل، الريال كرة في دار الدفاع، واو راموس والإصابة، راموس ثلاث مرات يرفع الراية، يرفع اللقب. هل يقدر يورجن كلوب على قلب الدولة؟ كرة جول رونالدو، روبرتسون اسكتلندي في حواره مع الهولندي كريستيانو، يراوغ وضاعت الكرة على رونالدو، تردد نسبي من رونالدو. فيجنالدو مع تمايل في صانع ساديو، على الخايم على الخايم، ركنية لميلنر، وعلى طول يعدي فيجنالدو لأرنولد، وضربة جزاء الحكام يقول لا. يورجن كلوب يذكرنا بالمدرب السابق اللي سبق في اللعنة، كلوب المدرب الحالي للمنتخب المصري هيكتور كوبر، ألكسندر أرنولد وراموس في التصدي، كريستيانو، توني كروس، جارث بيل بالراس، والراية، الراية على كريم، يلعب الآن سباق ضد الزمن، واجبات دفاعية، جيمس ميلنر يوزع، كروس خارج إطار الخدمة، جيمس ميلنر ضاعت عليه الكرة، يعدي ميلنر، ميلنر ضايع الكرة، تعطينا المتعة، وساديو ماني هذه المرة ستتكسر الجرة، حواراته مع راموس متواصلة، والإنذار، يعطي كرة، يا سلام، التسويب، بيل رونالدو، بيل، شنو هذا؟ شنو هذا؟ باي باي ليفربول، باي باي ليفربول، لوريس كاريوس يقضي على أحلام كل ليفربول، هذا الحارس جاب الدمار على ليفربول وعلى المدرب يورجن كلوب.
ريال مدريد بجاريث بيل ينهي المباراة النهائية بغلطة فردية ثانية للوريس كاريس. لا نريد أن نكون مكان الحارس الألماني. كيف سيعاني هذا الألماني؟ دموع الصغار غالية كذلك دموع أشبال ليفربول. شدوا يا رب جاريث بيل. لولا ديجان لوفرين وين كان مخبي؟ وين كان مخبي يا زيزو؟ قلت لك يا زين الدين يا زيدان وأنك لهذا النهائي يلزم جاريث بيل. أسينسيو يأخذ مكانه الآن على حساب كريم بنزيما. ينتقل رونالدو في محور دفاع ليفربول. في الكلمة من معنى مخالفة لوفرين تعدي من كاسيميرو. بوب بيرسلي أسينسيو ورونالدو أسرع منه فيرجيل فان دايك. رونالدو يراوغ. رونالدو ماذا يحدث هنالك؟ هنالك رجل دخل وأراد إيقاف رونالدو. هذا هو نهاية المباراة بتتويج ريال مدريد مشاهدينا الكرام باللقب 13 في مسيرته في تاريخه.